85% من حياتي وحياتك هي اتصال. ايه يا ريت السبيكر الداخلي يشتغل يا شباب اللي في كنترول عشان الصوت يصير واضح. 85% من حياتي وحياتك هي عبارة عن اتصال بينك وبين الآخرين، سواء بينك وبين أصدقائك، بينك وبين المسؤول في العمل، بينك وبين زملائك في العمل، بينك وبين زوجتك، بينك وبين عيالك، بينك وبين أبوك وأمك. 85% من حياتك هي اتصال. كثير من الناس يشتكي يقول لك يا أخي أنا أشعر أحيانا الناس ما يحبوني، أو الناس ما يفهموني، أو أشعر أحيانا أن الناس ما يبون يسولفون معي. ليه؟ قد يكون لأن اتصالك كان ضعيف أو أسلوبك في الحديث ضعيف. طيب نقطة ثانية، زي ما قلت في بداية كلامي، أكثر مشكلات في حياتنا ترى مشكلتها في الاتصال، فهم غلط، ما استوعب منها صح، سوى حاجة بناء على فهمه. ولذلك حنا نقول دائما قانون، كما أن للحروف مخارج، بعض الناس تقول كلامه مش مفهوم، مخارج ما هي واضحة، كذلك ترى الأفكار لها مخارج، فخل أفكار مخارجك، مخارج أفكارك خلها واضحة. طب كيف أخليها واضحة؟ كيف؟ تكلم بشويش، كلمات المناسبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بسرعة ولا ببطء؟ ببطء، حتى أن أكثر كلامه صار محفوظ. اثنين، تكلم بكلام محدد. وفي قاعدة تقول إذا أردت أن تشتت واحد عمم. والله كنا في الرياض، إيش عندكم شغلات؟ شتتته. طيب إذا أردت أن تؤكد فصل. عطني المفتاح اللي لونه أسود بدليته ذهبية في الصالة فوق الطاولة اللي تحت التلفزيون. انتهى، فصلت. فصل إذا أردت أن تؤكد على شيء. عطني بياله يا علي حقة القهوة اللي قدامنا اللي جنب الترمس حق القهوة، واضحة. لكن عطني فنجال، انتهى الموضوع. فنجال فنجال، كل واحد فهمه.